صيف جو جمع النسخة الرابعة من مهرجان ديسير مع إيديال. خلال فقرة مطبخ إيديال بتذكري ديسيرة لذات سعد حبابك باستعمال ليموس لغلاس شانتيي مايفين والفلان ديال إيديال، وشاركي معنا الوصفة اللي حضرتي عبر الواتساب على الرقم 0702-42-40 باش تفوزي بمجموعة منتوجات إيديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع في نهاية كل شهر. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات ومشاهدينا أيضا، مرحبا بالتواصل ديالكم من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 0702-42-40. كتشاركوا معنا في مهرجان ديسير في نسخته الرابعة، كتبعتونا دائما ديسيرات ديالكم ورفاقين بالمنتوج اللي استعملتوا في القلب ديالهم، بالإضافة الاسم ديالكم بالكامل مدينة منين نتوما، وهادشي كامل كتشاركوا معنا باش تمكنوا أنكم تفوزوا معنا كل نهار مجموعة من المنتوجات من إيديال، بالإضافة أن الرقم ديالكم كيدخل في القرعة الكبرى اللي تمكنكم إن شاء الله تفوزوا معنا أنا بمجمد. اليوم مشو لتيفلت زكية، السلام عليكم زكية. مرحبا أخ جميلة، لاباس عليك؟ أمورك هانية؟ الحمد لله صحية مرتبكة شوية. لا واش مبروكة، هذاك التليفون ديال المسابقة تيصوني زعما عادي، خاصك تولف خاصك تولف عفاك في الساك لا في الساك. دونك غير افتحي افتح. زكية انت شاركتي معنا في المسابقة ديالنا، عفاك قولي شنو الوصفة وشنو المنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالها؟ استعملت فيها لاموس ديال ايديال ديال الفخيز وديال الشوكولا. اجي ناخذوا الديسير ديالنا. يلا خديت واحد سطر ديال الحليب. عفاك وقف في شي بلاصه، وقف في شي بلاصه اللي تكون تغطيتها مزيانه باش نسمعوك بوضوح. زكي يلا يعطيك الخير، ما تبدليش من بلاصتك واخا. يلا غير رفع الصوت ديالك، رفع صوتك، اعطيني اعطيني التليفون، ما عرفتيش اعطيني التليفون. تفضلي تفضلي يا زكيه. لا مراد ما كنسمعوهاش مزيانه، مراد ما كنسمعوهاش مزيان عفاك. تفضلي. خديت لاموس ديال ايديال. درتهم خلطتهم، درتهم في واحد المول، طلعتهم مزيان بالطراب الكهربائي. من بعد ملي طلع شفت واحد ياغورت ديال الشوكولات، في واحد فلو ديال الشوكولات، خلطتهم مزيان مزيان، دخلتهم المجمد. صافي نفس الطريقه درتها لاموس ديال الفخيز. طلعتهم السترو ديال الحليب وزدتلوه الياغورت وفلون ديال الفريز، خلطتهم مزيان، دخلتهم للمجمد، صافي خرجتهم وزوقتهم شويه ديال الياغورت. عفاك غير البلاصه اللي واقفه فيها هي اللي ما مزيان. دوك دوك الخطوطه ديال الياغورت اللي درتي في الفوق، الخطوطه اللي درتيها زكيه درتهم بياغورت ديال مسوس ولا ديال فريز ولا ديال بنان؟ واخا بالصحه والراحه. نعم تبارك الله عليك. الوصفه ديالك زوينه، غنشاركوا الصوره ديالها اكيد بطبيعه الحال على الصفحه الرسميه ديال شادي فام من خلال الفيديو ديالك، كنتمنى غير الصوت يكون واضح مزيان. كنشكرك زكيه، ربحتي معنا مجموعه من المنتوجات من ايديال، بالاضافه ان الرقم ديالك كيدخل في القرعه حتى انتيا باش نشوفوا شكون اللي غيفوز معنا ان شاء الله بالمجمد قريبا. واكيد ما تنساوش المشاركات ديالكم. تبارك الله تواصلت مع الناس بزاف البارح. دائما واحد المساله مجرد يعني ما تدوز واحد تقريبا واحد الاسبوع او لهذا الانسان يجي ياخذ الهديه ديالو مرحبا دائما. وتبارك الله راك تعرفوا الطريقه، ومرحبا بالسيدات اللي جاوا ديجا، يعني اللي كيجيو كياخذوا الجائزه ديالو اولا كيبعثوا شي حد باش انه يتسلم الجائزه ديالو. فحنا نجي يعني كل واحد فيكم يجي مرحبا باش انه يتسلمها من الاثنين حتى الخميس هكذا باش انني نعطيها لكم. طبيعه الحال ما تنساوش الوقت، يعني ملي تنقول انا 12 القسمين هذا باش نسالي مع 12 ونشوفوكم وتشوفونا، وبطبيعه الحال نشاركوا معكم ونجدوا معكم اطراف الحديث. راه الناس اللي كيجيو بكري كيعرفوا ان ما تيتمكنش ليا لان تيكون الوقت ضيق، مي كنحاولوا. فاي سيده ربحت معنا بطبيعه الحال قبل فممكن انها تجي تسلم الجائزه ديالها
بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال دائما إذا كان شي حاجة ولا كان شي سوسي ممكن أنكم تواصلوا معنا كتابة في الرقم ديالنا ديال المسابقه, يعني كتخلي ميساج مكتوب باش هكذا يقدر يبان لنا ونقدر نجاوبوا بطبيعه الحال عليك. والناس اللي صيفطنا لهم ميساجات البارح ممكن انهم يجاوبونا عليهم رجاء. شكرا لكل المستمعين والمستمعات, وشكرا لكل المشاهدين والمتتبعين ديالنا بطبيعه الحال اللي كيشاركوا معنا ويقدروا يشاركوا معنا دائما من خلال رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0702024040. وحد موفق ان شاء الله للجميع. مع فقرة مطبخ إيديال بتاكري ديسيرات لذات سعد حبابك باستعمال ليموس ليغلاس شونتيي مايفين والفلون ديال إيديال, وشاركي في النسخة الرابعة من مهرجان ديسير مع إيديال باش تفوزي بمجموعة منتوجات إيديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع نهاية كل شهر.